دكتور أحمد هاشم المنشد، مدرس التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض جامعة المنصورة. أولاً المؤتمر طبعاً حبينا نتكلم فيه النهارده عن حاجة مهمة جداً، الـ psychological aspect of diabetes. السؤال اللي بيجي لنا كتير قوي وبنتسأل فيه كتير، ايه هي الجوانب النفسية يا دكتور لمرضى الدايبيتس؟ لا، ليهم جوانب نفسية كبيرة جدا جدا، ويجب وينبغي على كل الهيلث كير بروفايدرز ان هم مقدمي الرعاية الصحية ان هم يهتموا بالجوانب النفسية لمريض الدايبيتس. مرضى الدايبيتس يعني لما نيجي نشوف الانترناشنال ستاديز اللي اتكلمت، قالت ان انا عندي الدبريشن والانكزايتي الاكتئاب والقلق عند المرضى الدايبيتس بتوصل معدلاتها لحوالي 40 او 50%. دي نسبه عاليه جدا للمرضى دول. ازاي ان انا عندي مريض دبريشن او مريض دايبيتس، يعني هو عنده دايبيتس وبلس ان يبقى فيه برضه سيمتومز اوف دبريشن او سيمتومز اوف انكزايتي او ما يسمى بعد كده بدايبيتس ريليتد ستريس. الامر بيبقى في غايه الاهميه. المرضى دولت بيبقوا محتاجين ان احنا نعلمهم كوبينج استراتيجيز جديده، ازاي يتكيفوا مع الدايابيتس، مع المانجمنت بتاع الدايابيتس، التريتمنت بتاع الدايابيتس. ازاي المريض بتاعي اللي هو اساسا عنده فير اوف انجكشنز كل شويه، فير دايما ان هو محتاج ان هو طبعا كل شويه بيتشكشك بسبب الايه، بسبب الانجكشنز الكتيره، الفير اوف داين، خايف لا يجرى له حاجه، فير اوف هايبوجلايسيميك اتاكس، الفير اوف هايبرجلايسيميك اتاكس، كل دي العوامل اللي ممكن يخاف منها بتؤدي في النهايه للبور كواليتي اوف لايف. بور كواليتي اوف لايف اللي هو جوده الحياه بتاعته تبقى بور، تبقى فقيره. طيب نوعيه الحياه لما تبقى فقيره بتبقى ده بيتاثر على كل جوانب الحياه، على السوشيال ريليشن شيبس بتاعته، على الفاينانشال ريليشن شيبس بتاعته، على الاوكيبيشنال فانكشن بتاعته، لان طبعا مريض الدايبيتس بيبقى فتيك دايما، فكل ده بيتاثر، كل جوانب الحياه بتتاثر، فبالتالي النتيجه الناتج في الاخر بيبقى الايه، البور كواليتي اوف لايف. طب ازاي ان انا ابدا احل المشكله دي عند المرضى بتوعي؟ في طرق كتير جدا ان انا ممكن اعالج بها المشكله دي. زي المريض بتاعي ده ممكن يدخل في ثيرابيست، يعني في عندي سايكو ثيرابي كتير قوي ممكن تعالج الموضوع، سواء انديفيدوال او عن طريق الجروب سايكو ثيرابي. كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي من اهم الحاجات ومن اهم العلاجات اللي كل الانترناشنال ستاديز او الريسنت ستاديز اتعملت عليها، ان هي بتبقى افكتيف جدا جدا مع مرضى الدايبيتس. فعشان كده ممكن احنا نريكومند الحاجه زي ديت، ان لما المريض الدايبيتس ده بننصحه ان انت لازم، لا ده انت لازم ان انت ايه، تلجا للثيرابيست لو الموضوع يلزم. بيبقى طبعا في سكريننج من الفيزيشنز بتاعه او الهيلث كير بروفايدرز بصفه عامه، ان هم يعملوا سكريننج على الدبريشن والانكزايتي عند المرضى بتوعهم، او على السايكولوجيكال كوموربيديتيز عامه لمرضى الدايبيتس. وبالتالي في الاخر طبعا بناء على نتيجه السكريننج دي ابدا اوجهه مثلا لو هيتعالج في سايكوثيرابي او حتى لو سايكوفارماكولوجي لو الامر لازم، ودي طبعا بتبقى في حالات ادفانسد شويه من السايكاتريك كوموربيديتيز.